السلام عليكم أحبتي طلبة قسم التمريض، الدراسة المسائية والصباحية. أقدم لكم نفسي أستاذ علي رياض، مدرس مادة التشريح المسائي والصباحي. زين، اليوم محاضرتنا الأولى، نرحب بكم ورمضان مبارك. محاضرتنا راح تكون كتها طبعا المادة باللغة الإنجليزية، بس المادة سهلة طبعا، هواي طلاب يخافون من التشريح، بس المادة سهلة، بس خلي بالك وي المحاضرات وفهمها فهم ما أريد الحفظ. اليوم محاضرتنا راح نبدأ بالاناتوميكال تيرمز، المصطلحات التشريحية. طبعا تشريح يعني اناتومي، في اناتوميك تيرمز مصطلحات التشريحية. زين، هاي المصطلحات التشريحية أساسية، لذلك شوفوني أنا راح أبدأ بها بأول محاضرة. بعدين راح نبدأ بالمناطق البطن، وراها السكلتون، الهيكل العظمي بشكل مباشر. زين، وراها نتحول على السيستمز اللي هي الاجهزه، مثل الدايجستيف سيستم، النيرف سيستم، السيركيولاتوري سيستم، يورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي، ريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي وغيرها. طبعا محاضرات ان شاء الله تكون ملخصه وبها ايضا ترجمه، لان ادري شويه طلاب مرحله اولى. احنا كنا سابقا نعطي المحاضره الاولى والثانيه والثالثه تقريبا مترجمه، والرابعه شوي شوي تبدا الطلاب وحتى هي بعد يصيرون بروفيشنال. شخص بالاناتوميكال تيرمز، الاناتوميكال تيرمز اللي هي المصطلحات التشريحية، هاي عدة مصطلحات. هسه راح اعطيكم كل مصطلح له معاكس. ديسكرايب، تصف، ذا دايركشن، الاتجاهات، within the body اللي هي خلال موجودة بجسم الانسان، الاتجاهات. يعني انا بعد ما اقول رايت او ليفت او اب اند داون، استخدم مصطلحات تشريحية. زين، as well as ايضا تستخدم البودي ريفرنس، الاشارات، البلينز، البلينز يعني المستويات. هنا ايضا الكابيتيز اللي هي التجاويف الموجوده، والريجن والمناطق الموجوده بالجسم. زين، هاي كنا نستخدم لها يعني المناطق الموجوده. بعد ما اقول هاي المنطقه اليمنى او المنطقه اليسرى وغيرها، لا، استخدم لها مصطلحات تشريحيه خاصه. شلون انتم تداومون بالمستشفى بعد ما استخدمون، يعني على سبيل المثال ما يجيك مريض تقول يابا هذا فحص، وين الفحوصات وبالخير وبركه، طلع بي كانسر، طلع بي سرطان، اكيد راح يتخبل الرجال. لازم اكو مصطلح، شو مثل ما تقول يقولون سي اي، حتى المريض ما يفهمها، يعني يجوز على باله كالسيوم وغيرهم، اللي هي سي اي يعني كانسر، اللي هي اول حرفين من كلمه سرطان اللي هي كانسر بالانجليزي. There are many times، عده مرات، in medicine، بالطب بشكل عام، هاي يعني راح اوضح لكم ليش نستخدم المصطلحات التشريحيه. دكتور، الاطباء، has to record information، يحتاج يسجل information وين؟ بالميديكال ريكورد، بالورقة هاي الميديكال الطبية. زين، أو يحتاج to tell another doctor، يحتاج دكتور ثاني دي يعطي معلومات. فهاي المعلومات مو تقول لي أنت يا ترى، طبعا المعلومات شنو؟ على أي disorder، على أي اضطراب أو damage موجود بجسم الإنسان، لازم تعطيها exactly بالضبط وين، وتعطيها حسب المناطق والمصطلحات التشريحية. زين، او تير انذر دكتور، او عنده معلومه يعطيها للدكتور ثاني. شنو شي يقول له؟ ذا اكزاكت بودي بارت، الجزء الاكزاكتلي بالضبط، اور لوكيشن وموقعه بالضبط، يا جزء الجزء البي ديز اوردر او دامج. زين، تو دو ذات، حتى نسوي هاي الطريقه. شلون يعني؟ هذا الطبيب يخبر الطبيب الثاني، يقول له بالضبط مثلا بهاي المنطقة عنده ورمة أو عنده دمج أو عنده طعنة أو غيرها. زين، there are standard terms، عندنا مصطلحات terms، عفوا standard يعني هذا ماشيين عليها standard. شبين ذن for describing، لوصف human anatomy، جسم الإنسان، تشريح جسم الإنسان، including، تشمل the body and its organ، الجسم وأعضاء الجسم. The terms، المصطلحات، used to describe، to describe locations، حتى توصف لنا location، الأماكن، positions، الوضعيات. زين، reference a person، للشخص اللي هو احنا المطلوب، بس بشرط شنو؟ in the standard anatomical position، يعني أنا ما أوصف هاي الوضعيات، هاي المصطلحات ما أستخدمها، اللي يكون شنو؟ هذا الشخص واقف بالوضعية التشريحية هاي باللون الأسود الطوخان مسويها لكم.
هسه شو حاول اوضح لكم بعد شويه، اوضح لكم شنو هي الوضعيه التشريحيه، ودائما انا اجيبها بالامتحان تعريف او فراغ وغيرها. زين، ذا ستاندرد انتوميكال بوزيشن، الوضعيه التشريحيه الستاندرد ايش بيها؟ فور هيومن، للانسان طبعا، تشريح بس للانسان هنا عندنا، از ستاندينج، لازم يكون وضعيه الوقوف ابرايت، يعني وضعيه الوقوف هاي وحده عرفناها، كما مبين بالصوره عندنا. خلينا نشوف وين الصوره، هاي الصورة. هسه الطالب إذا كان مباشرة راح يعرف شنو وضعية تشريح، هاي وضعية تشريحية، يعني خصم الحكي، ما استخدم المصطلحات التشريحية اللي بعدنا أنا ما ذاكرها، إلا لما يكون الشخص أو الهيكل واقف بالوضعية التشريحية. شنو وضعية تشريح؟ هاي وضعية تشريحية، البادي إركت يعني وضعية الوقوف ومستقيم لا مائل لليمين ولا يسار. بعد فيس فورورد، الوجه للأمام، بالم فورورد، شنو بالم؟ راحة اليد للأمام، هاي راحة اليد، باطن الكف أيضا للأمام. بعد feet together، والرجلين يكون together، مصطفات together، هاي نسميها وضعية تشريحية. من خليها كان بالامتحان العملي أو النظري أقول لك يا أبا هذا الهيكل، عندنا هيكل بالمختبر بهاي الوضعية التشريحية، يلا وراها تعدد لي علي المصطلحات. زين، نجي هنا التشريح. شنو التشريح؟ anatomy، anatomy is the science، هو العلم that study the structure of the body. طبعا أنا هنا أحكي على التشريح مو بشكل عام، تشريح جسم الإنسان هو العلم الذي يدرس ستراكشر، تراكيب جسم الانسان. بعد ايش عندنا؟ اختصرت انا هواي لكم المحاضره لان ادبيكم شويه الخف بيها صعوبه عليكم. زين، بعد ايش عندنا؟ التعريف الثاني انتوميكال بوزيشن اللي حكينا عليه، وضعيه تشريحيه. شنو هي؟ از ذا بوزيشن، هي الوضعيه ان ويتش، التي فيها بيرسون، هذا الشخص، ستاندينج اريكت، واقف وضعيه الوقوف يعني، with face forward، والوجه للأمام يعني مو وجه يمين أو يسار. بعد arm hanging on the side، شبيه الذراعين on the side، هاي هنا بعض الكتب التشريحية تقول يرفع إيده لهنا شوي، hanging يعني معلقة، لا إحنا عادي هو هذا الكتاب، واختلاف المصادر التشريحية الاثنين هن صحيح. بعد أهم شيء نقطة، palms facing forward، palms اللي هي راحة اليد اللي شرحتها بالصورة هاي، هاي راحة اليد تكون للأمام، للأمام تكون هاي راحت، عفوا للأمام تكون هاي راحت اليد. زين، بعد ايش عندنا؟ feet together، والأقدام سوية. زين، for normal human body، للإنسان الجسم normal يعني ما عنده أي اسمه، لازم شي يكون مين يوقف بهاي الوضعية التشريحية؟ the right and left side، الجزئين الأيمن والأيسر مال الجسم شبيهن، are mirror image، يعني مثل ما تقول متشابهة، نقول عليها mirror image، نفس الشيء، نشوف هذا الجزء نشوف هذا الجزء، هنا موجودة عند يد هنا موجودة عند يد، يعني كل ما بيخلل، لأن يعني هذا normal الإنسان طبيعي قلنا عليه. زين، if divide right down، ها هاي امتى يكون طبيعي؟ إذا قسمنا بواسطة خط. زين، طبعا أنا هاي حاذف لكم الجملة، بس هو شو يقول؟ إذا قسمت بواسطة خط من الأعلى للأسفل، حس راح أقول شنو هذا الخط، بس خلني أبدأ بالمصطلحات. شنو المصطلحات؟ بشكل هاي directional terms، المصطلحات الاتجاهية يعني، in general بشكل عام directional terms، المصطلحات are grouped، هي مجموعة أو مجموعة أزواج of opposite، من المعاكسات، أكيد كلمة opposite ما أخليها بالسادس، من المعاكسات، based on the standard anatomical position، حسب الوضعية التشريحية، هي مجموعة من المصطلحات، بس شنو ذي المصطلحات؟ أزواج، يعني كل مصطلح إلى المعاكس مالته. على سبيل المثال، أول مصطلح عندنا superior، superior معناتها أعلى، والمعاكس مالته اللي هو inferior معناتها الأسفل. superior mean above، نفس الشيء اللي حكيتها يعني الأعلى، وinferior مين بلو. على سبيل المثال هنجي نشوف هنا، على سبيل المثال هذا الهيكل العظمي واقف بالوضعية التشريحية. زين، هاي هنا superior، هاي أعلى وهاي أسفل. إذا هاي الجمجمة أخذها وحدها، هاي superior من فوق أعلى، أو هاي منها أسفل. زين، بعد خلينا نشوف على سبيل المثال هنا عندنا هذا العظم اللي هو عظم الكليبيكال، طبعا هاي وضعية صحيحة لأنك توسع حاليا ما تعرفون شو وضعيته الصحيحة. هذا الجزء superior وهذا الجزء inferior، وهذا أول مصطلحين ما يرادلهن شيء،
كلش بسيطات، مرات تجيبهن معاكسات بالامتحان او اربط بيناتهن. زين، المصطلح الثاني او المعاكس زوج المصطلحات اللي بعده اللي هي anterior and posterior. anterior هذني اعلى واسفل، هاي anterior يعني امامي وخلفي، مثل ما تشوفون anterior mean toward the front، باتجاه الامام. والposterior تعني خلفي. ايضا نروح على الصور حتى اوضح لكم اياها كانما احنا بالمختبر. هذا الهيكل العظمي، هاي الجهة كلها نقول عليها امامية، كلها anterior. واذا دهره بهاي الوضعية هذا ظهره، راح نقول عليه posterior، الجهة الخلفية. وحتى هذا العظم اللي شفناه قبل شوية اللي هو عظم الترق، عظم العفو الكلافيكال، لوح الكتف، هاي الجهة للظهر راح تكون posterior، وهاي الجهة راح تكون interior لان هي للداخل. زين، هنكمل المصطلحات. medial and lateral، هنا راح نتوقف طبعا. medial and lateral هذان المصطلحات. طبعا medial اذا تروح ترجمها تطلع لك معنى ثاني، انا راح اوضح لك اياها باللغه العاميه. medial قريبه على الخط المنصف للجسم، lateral بعيده عن الخط المنصف للجسم. زين احنا استاذ ما ماخذين الخط المنصف للجسم. خلني اقول لكم شغله، من الانسان يكون بالوضعيه التشريحيه اكو خط نسميه mid يعني نص لاين، الخط المنصف للجسم راح يكون بهاي الوضعية. انت تتخيل الميجيناري يقسم جسم الانسان الى نصفين، هذا باللون الاحمر. زين، فمن قسمه الى قسمين، شكو شيء قريب على الخط المنصف للجسم نقول عليه ميديال، بعيد عنه نقول عليه لترال. على سبيل المثال اذا اروح هسه صديقنا هذا الهيكل العظمي هنا، وين الخط المنصف للجسم؟ منه يمر، يمر من نقطة بالجبهة أو يمشي منا يقسم جسم الإنسان إلى قسمين. زين، إذا أجي هسه هذا العظم اللي هو عظم الكلافيكال، هذا هنا أكو عظم عندنا الكلافيكال بجزئين، طبعا لكل عظم نهايتين، أكو جزء نهاية هنا ونهاية هنا. النهاية القريبة على الخط نقول عليها ميديال، والنهاية البعيدة عن الخط نقول عليها لترا. تمام، إذا أجي هسه هذا العظم بي هنا، هذا هنا بارتفاع، يعني كل وحدة لها اسم من نوصلها بالأطراف السفلى، بس هذا الجزء للداخل نقول عليه ميديال والجزء للخارج نقول عليه لترال. ليش؟ لان هذين المصطلحين ميديال ولترال، بس اقول لك وين الميديال واللترال تتوقف ما تجاوبني، توصف نقول يا ترى هاي تعتمد على اليمن، تعتمد على الخط، وين الخط؟ هذا الخط. وتقول اذا قريب تقول ميديال، واذا بعيد تقول لترال. اجي على المصطلح اللي بعده، هذا مين؟ هذا المصطلح اللي هو رقم 4، زوج المصطلحات رقم 4 اللي هي بروكسيمال اند ديستال. بروكسيمال تعني قريبة من المصدر، مصدر الاتصال بالجسم، وديستال بعيدة عن الاتصال بالجسم. هنا أيضا تتوقف مثل ما توقفت بهذا الميديال واللاترا، هنا تتوقف تقول هذين بس تسمعهن. خليني أقول لك معلومة، هذين يستخدمها فقط للأطراف العليا والسفلى. شوف ترجمتهن، بروكسيمال mean closest، الأقرب to the point of the origin، النقطة الأصل. وين يا أصل؟ الأصل الاتصال بالجسم، trunk of the body. وديستال the farthest away، الأبعد. شوف خلني أقول لكم شغلة، أعطيكم مثال عليها. إيش قلت لكم؟ أنا قلت لكم تستخدم الأطراف، هذا طرف أعلى وهذا طرف أسفل. إذا أجي هسه هذا العظم، عظم الفخذ، كل هذا العظم به هنا الرأس مالته وبه هنا الذيل مالته، برأيكم هذا الجزء شو نقول عليه؟ قريب لو بعيد؟ هذا هاي نقطة الاتصال، فهذا نقول عليه بروكسيمال، هذا نقول عليه ديستال. إذا أخذها كلها القدم بشكل عام أقول هاي بروكسيمال وهاي ديستال. بعد مثال ثاني ناخذ هاي اليد الطرف الأعلى، هاي كلها نقول عليها بروكسيمال، وهاي نقول عليها العفو، هاي نقول عليها بروكسيمال وهاي نقول عليها ديستال. بعد ناخذ هاي هسه، زين نشوفها والله تكبر أو ما تكبر، ما أعتقد. زين، هذا الطرف هسه بشكل عام هاي نقطة نقول عليها بروكسيمال وهاي النقطة نقعيها ديستال. ليش؟ قلت لكم الأطراف استخدم لها هاي الطريقة. زين، نكمل بعد المحاضرة. إيش بعد عندنا؟ بعد عندنا هنا مصطلح بسيط اللي هو رقم 5، الزوج رقم 5، superficial and deep. superficial يعني سطحي، وهاي يستخدم الأوردة والشرايين، وديب هنا يعني عميق. superficial
هنا تعريفة طبعا mean تعني toward the body surface قريبة مثل الأوردة قريبة على السطح لذلك نقول عليه IV الأوبرا ننتهي IV زين deep يعني بعيدة عن السطح الجلد أو غيرها هنا طبعا حاط لكم تعريف الميدلاين اللي هو الخط الأحمر شنو هو هذا مو اسمه الخط الأحمر أنا راسمه باللون الأحمر بالمحاضرة ميدلاين اسمه الخط من الصف للجسم the imaginary line هو خط وهمي يعني أنا ما شفت الواحد بالشارع يمشي طاقين خط من الطول للطول لا هو خط وهمي that divides الذي يقسم the body into right and left halves زين يقسم جسم الإنسان إلى right و left هذه نشوفه بالصورة هنا يقسم جسم الإنسان إلى right and left آخر شيء عندنا آخر مصطلحين وهي مصطلحات خاصة ومهمة أيضا There are also terms أيضا عندنا مصطلحات that describe التي تصف specific body parts أجزاء معينة من الجسم دير بالكم منها هاي مثل إيش مثل بالمر اللي هسه حكيتها شخص البارمة أقصد بيها describe the palm side of the hand راحة الكف يعني بطن اليد عكسها شنو ظهر اليد نقول عليه dorsal زين بالنسبة للقدم شو نقول هاي بالنسبة لليد بالنسبة للقدم نقول على بلانتر راحة القدم من جوا اللي هي تلامس الأرض زين ونفس الشيء نقول دورسال لظهر اليد مرات تجيبها بالصح وغلط أقول لهم يا بالدورسال تستخدم لليد والقدم كتبوا لي خطأ بينما هي صحيحة هنا راح أتوقف ما راح أكمل حتى أسعيكم ثقيل المحاضرة تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق شوفوا أي شيء ما واضح طريقة الشرح أو غيرها وأنا حاضر تحياتي لكم.